مساء الخير على كل مشاهدي قنوات دي ام سي وكل متابعي برنامج السفيرة عزيزة في كل مكان، واهلا بيكم في حلقة يوم الاربعاء، حلقة نهاية الاسبوع اللي جايبين لكم فيها موضوعات جديدة مختلفة، يا رب تعجبكم ان شاء الله وتتبسطوا بيها زي ما انا مبسوطة جدا اني موجودة مع حضراتكم ومع صديقتي العزيزة جدا سالي. حبيبتي يا نهى، مساء الخير عليكي ومساء الخير على كل مشاهدي دي ام سي وكل متابعات برنامجنا برنامج السفيرة عزيزة. النهارده حلقه نهايه الاسبوع، يا رب تعجبكم، عندنا فقرات حلوه، تابعونا وان شاء الله تبقى حلقه حلوه. يا رب ان شاء الله تعجبهم شاء الله. ونقدم فيها معلومات مهمه تفيد كل اللي بيتفرجوا علينا باذن الله. عموما معانا اخبار كمان كتير قوي يا سالي، واول خبر هيكون معانا عن متابعه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في اجتماع عقده امبارح لموقف تنفيذ المشروع القومي لتنميه الاسره المصريه، واللي أكد خلاله حرص الحكومة على متابعة موقف تنفيذ استراتيجية تنمية الأسرة المصرية وكمان سير العمل بمشروعاتها، خصوصا كمان أن الدولة بتعتبره ملف مهم جدا وبيجي في أول قائمة أولوياتها لأنها خطوة مهمة جدا لبناء الجمهورية الجديدة. من ضمن كمان الحضور كان الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، اللي أكد على أن كل تنسيق بين كل الوزارات والجهات المعنية بخصوص برامج المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وقال كمان أن وزارة الصحة بتقوم بعمل قاعدة واسعة جدا من مراكز صحة وتنمية الأسرة بإجمالي 285 مركز في مختلف أنحاء الجمهورية، 52 مركز في المرحلة الأولى بتكلفة 1.4 مليار جنيه واللي هتقدم خدمات تنظيم الأسرة وكمان توفير تطعيمات الأطفال، هتوفر كمان وسائل تنظيم الأسرة كل ده بالمجان. وقال كمان أنه تم التعاقد على 500 سيارة طبية كلهم مجهزين كعيادة متنقلة ألمانية الصنع، وده كتعاقد أول، وبالفعل تم استلام 250 سيارة وكمان تم التعاقد على 500 سيارة تانية كتعاقد تاني. أما عن الرائدات الريفيات فأكد الدكتور خالد عبد الغفار على أنه تم بناء قاعدة بيانات خاصة بالمنتفعات من منتفعات من الخدمة المختلفة لصحة المرأة، واللي وصل عددهم لحوالي 17 مليون سيدة، ده غير استمرار تفعيل دور الخط الساخن إحنا معاكي، ده غير الاتفاق مع وزارة التخطيط علشان يتم تدشين خط ساخن خاص بالمشروع القومي لتنمية الأسرة ودمجه مع خط أرضي خاص بتنظيم الأسرة ورقمه 19559 9 عشان يتم الرد على أي استفسارات. دكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط قالت أن المشروع بيستهدف السنة الأولى اللي بدأت من سبعة اللي فات نفس محافظات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة واللي بتضم أكثر من 1500 قرية. أما دكتورة أميرة توادرس مدير المركز الديموغرافيش فأكدت على أن التحول الرقمي بيربط الخدمات المقدمة للأسرة المصرية وأنه هيتم تسجيل كل بياناتهم على منصة تنمية الأسرة، وأكدت كمان على أنه تم تدريب 54 ألف سيدة على إدارة المشروعات في 52 مركز، ده غير التوعية الاقتصادية والمالية لحوالي 256 ألف سيدة، وأنه بيتم حاليا عمل دليل تدريبي لريادة الأعمال وتكوين فريق عمل من 370 مدربا من المحافظات علشان يتم نشر ثقافة ريادة الأعمال للمرأة في المجتمعات المحلية وتنفيذ أكثر من 3000 دورة تدريبية. حقيقة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية خطوة مهمة جدا، خطوة عظيمة لأنها بتحول كل الأسر لمنطقة الأمان المعيشي، إن شاء الله كلنا بلا استثناء كده نحصد ثماره ونستفيد من الجهد الكبير جدا المبذول فيه من كل قطاعات الدولة. أمين يا رب، وإن شاء الله تبقى كل حاجة في مصر حلوة وجميلة دايما. يا رب يا رب يسمع من بقك ربنا يا رب. دلوقتي هنسيبكم مع تقريرنا اليومي وهنتابع حكاية لطيفة جدا لمجموعة بنات صحاب في الجامعة بيحبوا ركوب الخيل، فقرروا ان هم يحولوا حبهم ده لأرض الواقع ويركبوا خيل وكمان يعلموا البنات ركوب الخيل في مكان مخصص للبنات وبس، فالموضوع بقى عبارة عن فسحة وفي نفس الوقت تعليم رياضة مفيد جدا. خلينا نتفرج على التقرير ونرجع.
تقريبا كنا اول ناس تركز اصلا على فكره البنات. الناس كلها كانت بتعمل جروبس خيل او بتمرن او كذا عامه للشباب عامه، بس ما كانش في حد في الماركت خالص بيشجع البنت ان المكان ده مناسب ليكي، كله كان بيقول تعالى اركب خيل وخلاص. بس احنا فعلا من ساعه ما بدانا واحنا الناس كلها كانت مبسوطه بفكره ان انا كبنت اول مره اركب هعرف اروح هلاقي المدربه بنت وهلاقي الانستراكتور بنت، فدي حاجه هتريحني كبنت وهتخليني اصلا اخد الستيب. فالحمد لله احنا كنا سبب ان في بنات كتير قوي كانت فاكره ان دي ستيب عمرها ما هتحصل. انا بحس ان انا لما باجي هنا بطلع طاقه، والتعامل كمان مع الحيوانات ده شيء بيفرق مع الشخص، وانك لا تتعامل معاه بقى بشكل اللي هو حسي اكتر من انك بتركب عليه، ده بيفرق جدا 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 في نفسيتك وكده. تجربتي مع الخيل بدأتها وانا صغيره، بابايا كان بيركبني خيل وكده، ف دي كانت بدايتي مع الموضوع ان انا اركب خيل يعني. وبعدين في المدرسه بدأت انا واصحابي نركب خيل مع بعض وكده، ومن هنا عرفت المكان ده يعني. مبدئيا الركاب ده طويل درجه، هنقصره درجه، ممكن تشيلي رجلك ترجعيها ورا، تضغطي بكعبك لتحت وتخلي مشط رجلك بس هو اللي في الركاب، اوكي، ظهرك ورا، كوعي جنب جسمي، احاول على قد ما اقدر ارجع رجلي تحت جسمي وادوس بكعبي، اوكي. هي رياضه الخيل عامه حلوه، في نفس الوقت هي حاجه ترفيهيه، هي ممكن تكون بتطلع الاسترس اللي انت حاسس بيه، وفي نفس الوقت انك زي موتو سايكل انت بتبقى ماشي بسرعه عاليه، او البايك العجله اللي انت بتركب، انك تبقى ماشي بسرعه حلوه والهواء بيجي في وشك، فلا ده احساس ثاني بيجي بجد ريليس الاسترس بتاعك، فده حاجه حلوه جدا. الخيل يعني لما الواحد يقرب منه تحس ان هو كبير حجما، انت خايف بس اهم حاجه ما يحصلكش زي الافلام يبخسك ينط فجاه. الموضوع برضو ان انت تركب عليه ويقف وقفه كده، دي برضو صعبه شويه، بس غير كده لا انا متحمسه صراحه. مره تانيه بنرحب بحضراتكم، وفقرتنا الاولى النهارده من بيت السفير عزيزه هنناقش موضوع مهم جدا، مش هيبقى مجرد كلام بقى ايه ان الستات والرجاله واختلاف وجهات النظر بين الراجل والست، لا الموضوع اكبر من كده بكتير قوي قوي قوي. وهنضم ليه كل محافظات مصر من القاهره لاسوان، لقينا يعني من شرقها لغربها زي ما بنقول، عشان شبابنا ورجالتنا يعرفوا المعنى الحقيقي للرجوله، او بمعنى ادق اعاده تصحيح المفاهيم المغلوطه عن الرجوله. وهو ده اسم البرنامج اللي اطلقته وزاره الشباب والرياضه بالتعاون مع الوكاله الالمانيه لتدريب المدربين على المفاهيم الصحيحة للرجولة، كل ده من خلال برنامج تصحيح المفاهيم المغلوطة عن الرجولة خلال شهر أغسطس 2022. هيتم بقى تنفيذ البرنامج ده بواسطة الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بالوزارة، ده كمان بالتعاون مع مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي. كل الجهات دي اجتمعت عشان تأهل جيل جديد، جيل من الرجالة عندهم مهارات التواصل لا عنفي في يعني. في الحقيقة الموضوع فيه كلام مهم جدا، ولازم نعرف ايه السبب من اطلاق وزارة الشباب والرياضة لنوع زي ده من المبادرات، وايه كمان المفاهيم المغلوطة عن الرجولة اللي محتاجين ان احنا نصححها. يلا بينا نعرف اكتر عن المبادرة وعن المفاهيم المغلوطة عن الرجولة مع ضيفنا العزيز المنور بيت السفير عزيزة اللي كان وحشنا جدا، المهندس ياسر غلاب استشاري العلاقات الزوجية والأسرية. حمد لله على السلامة، نورتنا في بيت السفير عزيزة. وليكوا وحشني والله، عودة حميدا، ونورت بيت السفير عزيزة ونورت مكانك، ومبسوطين جدا جدا ان انت معانا النهارده. حمد لله على السلامة. على فكرة المكان ده أول مكان أقعد فيه معاكم، ومعاكم أنتوا الاثنين. أيوة ده حقيقي، احنا أول هنستمع بيك بقى على الدائرة المستديرة. وحشني. طب ادينا هو ان هو كانت لسه بتتكلم يعني في مفاهيم مغلوطة هي عن الرجولة. طبعا عن طبعا يعني ما بنتبلاش عليكم يعني. لا طبعا ما بنتبلاش عليكم. لا 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 خالص، في مفاهيم مغلوطه، وعلى كل زي ما تقول على كل محافظه على حسب هي فين. فهتلاقي في مفاهيم الرجوله غلط في محافظات وجه بحري مختلفه عن محافظات وجه ابدي، مختلفه عن محافظات سيناء. كل حد على حسب
التربية والثقافة والدين، لأن كل حاجة من دي ليها السبب بتاعها. وفي برضو مفهومات غلط عن الأنوثة في نفس المحافظات دي. فالنقطة إحنا المشكلة الأساسية إن إحنا ما عندناش قواعد حاكمة. أنا دلوقتي شايف إن أنا عشان أنا راجل فأنا لازم أفرض رأيي وصوتي يبقى عالي وتسمعوا كلامي، لأن في عندنا حاجة اسمها استرجل. صح. إن لما أكون صغير وأجي رجلي توجعني أم عيط استرجل، مفيش راجل يعيط. ليه؟ وفي نفس الوقت برضو، ودي اللي بتحصل برضو في خصوصا في القاهرة وفي المحافظات دلوقتي، اللي هي لا البنت تكون قوية ويكون شكلها مختلف وتكوني سترونج اندبندنت ومن زي ما بنسميها يعني، وما تسكتيش لحد على حاجة، وانت كوني نفسك واعملي حياتك، وبعد كده شوفي راجل يجي او ما يجيش مش مشكلة. وتشيز ممكن، وده ممكن يخلي بعض الكلمات تبدو صحيحة لكن في التنفيذ مصايب. طبعا عندي سترونج اندبندنت ومن هنا هتضربني خالص. انا عايز اقول لك وانت بتتكلم افتكرت ان انا كميه الناس على السوشيال ميديا البنات اللي دلوقتي اللي هو ايه، مين اللي ضحك علينا وقال لنا نبقى سترونج اندبندنت؟ لا عايز ابقى سترونج ولا اندبندنت. بالظبط. النقطه ان احنا الفكره نفس اللي كنا عايزين نفس الترابيزه هنا، المشكله في التواصل والتكافؤ. بالظبط. وتعالى اتفق على حاجه، ان ربنا التكوين البيولوجي للسيدات اضعف من الرجاله، فعلى مر العصور كان في دايما معامله بشكل مختلف للسيدات على فكره في كل الحضارات وفي كل الثقافات. يعني ما تقولش لا انت الملكه حتشبسوت كانت تحكم مصر، ملكه مره حكمت مره خلصت يعني. أي. يعني تمام. في حاجه ممكن الناس ما تعرفهاش كتير، عارفين في الغرب لما حد بيتجوز واحده، لما حد بيتجوز بيبقى اسمها مدام غلاب على اسمي. عارفين ليه الاسم ده؟ علشان ما تقلش اسمها. لا عارف ليه بتفقد اسم ابوها؟ ليه بتفقد اسمها الحقيقي؟ ليه؟ شبقت ملكيه، كانت ملكيه لابوها. موجوده بره مش لحد النهارده موجوده بره. بس احنا عندنا هنا مش موجوده بره. مش لا شرقيه غربيه بالعكس. دي حاجه غربيه. عشان يقول لك لا ده شوف الحلاوه والجمال، ده الست اخده كل حقوقها هناك. لا مش حاصل خالص على فكره، ده اسمها مش من حقها. ده بس شوف لما بيجي بروبوز ليها وبينزل على ركبه بيقول لها ويل يو ماري مي، فظاع. بس هو بقاله والله مش بهزر بقاله سنين قاعد معاها. في لعيب كره مشهور جدا جدا خلف اربع عيال ولا مش عارف كام عيال. طب بص بقى انا هقول لك على حاجه، مش راضي يديها فلوس من ورثه لما اموت. لا انا هاخد الفلوس بتاعتي. انت تاخدهاش مش لما تموت بقى، لما يتطلقوا او لما يتطلقوا. طب تعالوا نكمل دردشتنا، ولكن خلينا نعرف اكتر عن المبادره وعن اهدافها ونرجع نكمل كلامنا، لان معانا على التليفون دلوقتي منال جمال رئيس الاداره المركزيه للتدريب والمشروعات بوزاره الشباب والرياضه. مساء الفل يا منال. مساء النور على حضراتكم جميعا وعلى الساده المشاهدين يا فندم. مساء الخير على حضرتك. وعايزين نفهم ايه هي المبادره الجديده اللي انتم عاملينها. طيب احنا المبادره اللي اطلقها وزير الشباب والرياضه بالتعاون مع منظمه يو اي زد الوكاله الالمانيه للتعاون الدولي بمسمى تصحيح المفاهيم المغلوطه عن الرجوله. دي من خلال مشروع تكافؤ الفرص والتنميه الاجتماعيه. يمكن احنا كوزارة الشباب والرياضة وكدكتور أشرف صبحي بيهتم دايما بالظواهر المجتمعية اللي بتظهر في المجتمع، بيدينا توجيهات وتعليمات ان احنا لازم نشتغل عليها. يعني يمكن مواضيع القتل اللي حصلت في الفترة الأخيرة، ويعني حصل قتل الفتاة اللي هي نيرة وحد تاني برضو حصلت أحداث، فالوزير يعني ادينا تعليمات وتوجيهات احنا كاداره للتدريب والتوعيه ان احنا نشتغل على الظواهر دي للشباب والفتيات وداخل مراكز الشباب. فمن هنا ابتدينا المبادره. المبادره تم اول معسكر كان من يوم 6 ل 3 اغسطس اللي فات. دربنا 35 مدرب داخل المعسكر في المدينه الشبابيه بالغردقه. معلش سؤالي يا استاذه منال، بتدربوهم على ايه بالظبط؟ بندربهم على ان هو هيوصل الهدف من المشروع اللي احنا عايزينه للشباب في المحافظات كلها، على اساس نغطي المحافظات بالمفهوم نفسه. فبندرب المدربين تي او تي اولا، وبعد كده هيتم من اول يوم 28 تنفيذ معسكرات للشباب نفسها بقى المستفيدين من مستوى 10 محافظات. هنبدا باسوان وقنا وصهاج والفيوم، اسيوط، البحر الاحمر، بورسعيد، الدقهليه. مفرقين ما بين كل محافظه ومحافظه ان هو نوع المفاهيم المغلوطه ما بين محافظه ومحافظه. طيب يعني هل حضرتك حاسه انه اللي بيتدربوا النهارده قادرين على ان هم يقنعوا راجل متربي من وهو صغير بمفاهيم معينه وهو ده الصح بالنسبه له، ان هو يقدر يقتنع بتغيير مفاهيمه دي؟
انا هقولك ان احنا التدريب المدربين اللي دربناهم من 18 سنه ل 29 من 21 سنه المدربين ل 29 سنه هيدربوا الشباب، يعني هيدوا بقى المفهوم المشروع نفسه للشباب من 18 سنه ل 29. ليه اخترنا السن متقارب؟ عشان هو عنده فاهم اللغه بتاعتهم ومن سنهم ويقدر يوصل لهم المعلومه. فهم قادرين لان احنا بادئين 4 معسكرات تجريبي هتبقى برضو في الغردقه، وهنجيب فيها الشباب من على مستوى المحافظات العشرة قلت الكلاسيك عليها، كل معسكر هيبقى فيه 60 شاب. طب وهل الشباب دولت هيبقوا يعني قادرين او متقبلين الفكره، فكره ان هم يروحوا للمعسكر ده؟ لان مش كل الناس، يعني الناس تقول لك ايه، لا يعني ايه المفهوم غلط للرجوله، انا راجل وانا فاهم الرجوله كويس. انا هقول لحضرتك يعني احنا ما اشتغلنا على المدربين وديناهم التدريب، مش عايزه اقول لك ان هم كانوا بيعملوا تليفونات لاهاليهم في البيت، واحد رفع الموبايل وقال لمامته انا بعتذر انا اسف انا كنت بتعامل معاكي كنت بتعامل معاكي ما اعرفش ان ده عنف، الطريقه اللي انا كنت بتعاملها ما اعرفش ان ده عنف. في واحد كلم اخته وقال لها انا اسف، ونفس الكلام واحد كلم خطيبته قال لها انا هخليكي تشتغلي، انا كنت القابله بقول لك لا مش هتشتغلي. فلقينا ان الطريقه والتدريب اللي خدوه الماده العلميه اللي خدتهم فعلا خلتهم يتوعوا ويفهموا ان الرجوله شهامه وكرم وحب الاخلاق وقياده وتشاور مع بعض وسماع للطرف الاخر مش عنف اجتماعي. فالنتيجه جت مع المدربين، فطبعا ان شاء الله احنا المعسكرات هتبدا من يوم 28 واثقين ان هيبقى في نتيجه، وهناخد راي الشباب وهنعمل فيديوهات براي الشباب اللي خدت التدريب، ويمكن تبقوا معانا ونوصل لكم فيديوهات او توثيق او تنزلوا بالكاميرا وتشوفوا راي الشباب بعد التدريب ان شاء الله. ويا رب كده كل شباب مصر يعني يفهموا المعنى الحقيقي للرجوله والشهامه، الراجل المصري الحقيقي بتاع زمان كده يظهر تاني ويرجع لنا. والله احنا كوزارة الشباب والرياضة شغالين بكل برامج التوعية، يمكن السنة اللي فاتت كان في مبادرة لا للتحرش وكنا عاملينها للفتيات، برضو دي ظاهرة كانت انتشرت التحرش وفتاة المعادي اللي استحلت وماتت وكذا تجربة، فاشتغلنا عليها كوزارة الشباب وبتعليمات الوزير عملنا مبادرة لا للتحرش على مستوى 27 محافظة، ودينا البنات ازاي نوعيها عن التحرش، ازاي لو اتعرضت للتحرش تدافع عن نفسها، ازاي تروح محضر تعمل محضر في الشرطة، جبنا اتحاد من اتحادات الدفاع عن النفس وديناها تدريبات ازاي تدافع عن روحها لو تعرضت لاي تحرش في الشارع جسدي نظري اي حاجه تدافع عن روحها ازاي، فهمناها وعناها ان هي ما تخافش وتروح تعمل محضر. فالحمد لله الظاهره يعني نالت اقبال كبير جدا من الفتيات. السنه دي قلنا نشتغل بقى على ظاهره الشباب بقى تصحيح المفاهيم طبعا المغلطة. حاجه مهمه جدا 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 ان شاء الله نشوف نتائج المبادره دي على ارض الواقع باذن الله. أستاذة منال جمال رئيس الإدارة المركزية للتدريب والمشروعات بوزارة الشباب والرياضة بنشكرك جدا، إيه رأيك بقى؟ يا ريت والله. بس طبعا هو أنا مقتنع بحاجة إن يعني مبادرة على قد ما هي جميلة وحلوة بس ما ينفعش تطلع بس من وزارة الشباب. ما على قد ما هي مهمة بس المشكلة عندنا مش في الشباب، المشكلة عندنا التعليم، المشكلة عندنا في الرؤية الدينية. انا يعني هتكلم على 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 يعني مش هتكلم على الاصل عشان انا مسلم يعني بس الحته بتاع التعليم، يعني ايه قوامه، يعني ايه رسول الله صلى الله عليه وسلم رفقا بالقوارير، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ما يموت قال لك استوصوا بالنساء خيرا، فمحتاجين الناس تكون فاهمه يعني ايه الكلام ده. انا دوري كواحد قوامه مش معناه راح اسيب كوبايه الميه، دوري ان انا اقوم على البيت وعلى الحمايه وعلى على حاجات كتيره جدا. فساعتها ما هو ده اللي هم بيقوموا عليه دلوقتي في وزاره الشباب، علشان هم حتى حضرتك زي ما استاذه كانت بتقول، استاذه منال كانت بتقول انه دلوقتي هم بيجايبين شباب من سن 21 ل 29، فهو ده السن الصغير اللي هو الجيل الجديد بقى بيبنوا بالظبط الجيل الجديد. خلاص بيتهيألي اللي اتبنى قبل كده اتبنى وخلص بس انا موافقة حضرتك فعلا ان هم لازم يكون وزاره التربيه والتعليم ليها دور كمان في الموضوع ده، ممكن تبقى ماده برضه. بالظبط وزاره الداخليه كمان هتكون بتسهل على لو حد يحصل له تحرش يقدر يعمل محضر بسهوله. طبعا الموضوع ده هيفرق معانا جامد جدا لان ده هيبقى بيسموه اللو انفورسمنت اللي هو تطبيق القانون. تطبيق القانون بالظبط، لان احنا مهما عملنا هيدوا الدوره دي لكام واحد؟ يعني انا افتكر زمان ل 200,000 لمليون. احنا عندنا في مصر
اكتر من 50 مليون تحت 25 سنه. فطبيعي. وفي كده كلمه جميله في الاداره بنقولها كالتشر ايت ستراتيجي اون بريكفاست فور بريكفاست، ان الثقافه العامه هتاكل اي استراتيجيه هتحطها على الفطار اصلا. مش هتسال حد على الغدا حتى. يعني فلو الدنيا كلها مش زي ما قلت التربيه والتعليم، الازهر بيتكلم عن الموضوع ده، التلفزيون بيتكلم عن الموضوع ده، ما نجيبش في التلفزيون المتحرش اللطيف. لا طبعا في الافلام والمسلسلات طبعا الشاب المتحرش تقول له لا يقوم قرب منها اكتر وقالت لي لا يبقى عايزه لا ضحكت يعني قلبها مال، لا ضحكت يعني احد قال لها نكته جنبها عادي. مش يعني قلبها مال خالص. لا ما هي دي مشكله، ان هي ضحكت يعني قلبها مال وخلاص مش عارف ايه، خلاص كل حاجه اتشال منها ومش عارف ايه. فتقول لي لا مش عايزه اتجوزك ومقتلها. ما انت كنت قايله لي انت ضحكتي. طب مبادره زي دي هل تعتقد ان الشباب او الرجاله الشباب اللي هم لسه يعني في بدايه حياتهم ومتربيين في البيوت واهاليهم عم بيقعدوا يقولوا لهم انت راجل وانت مثلا اخدمي اخوكي عشان هو اللي راجل وانت اعملي مش عارفه ايه وعشان خاطر هو اللي راجل وهكذا، يعني اللي هي المفهوم الغلط ده، هل تعتقد ان الشباب ممكن ان هم يتقبلوا مبادره زي دي ويقتنعوا ان هم فاهمين الرجوله غلط؟ انا مقتنع ان ممكن اي حد يتقبل اي حاجه، خصوصا لو اتعاملت بشكل كويس. لان انا متاكد ان التدريب مع جي اي زد ومع مع مع وزاره الشباب والرياضه معمول بشكل احترافي ومحضر بشكل كويس، واضح ان في الصور كان جايبينها في اكتيفيتيز عايز تعمل، هيبقى جواه الحاجات دي. بس انا كل ما اخشى ان انا يكون جوايا الحاجات دي النهارده اجي بكره الاقي حد يقول لي انت. هقول لكم اكزامبل، مثال كان بيحصل معايا انا وانا في شركات مالتي ناشونال. انا طبيعي لو طلع الاسانسير في واحده جنبي شايله شنطه طبيعي اني بشيلها هتساعدها. مش 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 شايف ان انا في، انا وجهه نظري مش شايف في اوبشن. هذاك يا عم شايل شنطه بينك، عم ياسر ودي في شركه مالتي ناشونال كبيره جدا، ولحد النهارده لما بشيل لحد شنطته الناس بتستغرب انت بتعمل كده، انت بتنام على بتقلل من نفسك. او تقعد حد مثلا مكانك لو في مواصلات عامه. ده المفروض نظري جزء من الرجوله يعني، لان امي ربنا يكرمها ربتني عليه وده اللي علمتوني. فالنقطه ان انا بس محتاج ان انا اخلي الثقافه العامه تعمل كده. طب خلينا نتكلم على الموضوع نفسه، عايزه اعرف منك ايه الحاجات من وجهه نظر باشمهندس ياسر غلاب اللي فعلا محتاجه انها تتغير، او الحاجات المهمه. اكيد في حاجات كتير جدا في مخ الراجل، المفاهيم المغلوطه المنتشره جدا وفعلا بتاثر على الشارع، بتاثر على البيت، بتاثر على الاجيال، وعمالين نتوارثها 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 وفاكرين ان هي دي الرجوله الحقيقيه. طيب ايه هي، عايزه اعرف ايه هي الغلط وما هو تصحيحه. طيب اول حاجه استحقاقيه، ان انا من حقي اخد اي حاجه من اي واحده عشان هي بنت، فايه مالهاش كلمه تتكلم؟ لا 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 مالها، هي مش كده. لا الموضوع ده مش متقبل خالص. دي معلومه للاسف على ناس كتيره جدا منتشره، ودي جايه من الاعراب القبائل خالص القدام خالص. الست كانت بتورث، كان ممكن واحد يورث امه يعني، ده كان موجود يا جماعه من فتره قريبه. فدي الاستحقاقيه. الحاجه الثانيه القوامه، دايما بنتكلم عليها. القوامه معناها انك بتقوم على خدمتها مش ان انت تقوم فوق راسها. يعني تمام. الحاجه الثالثه التراضي او الكونسنت، ان انت ان انا ممكن اكون النهارده عايز اتجوزك وبكره مش عايزه. فمش معنى ان احنا، مش هقول لكم بقى مش هقول لكم احنا ضحكت يعني قلبها مال، مش احنا اتخطبنا معناه كده لازم نتجوز عادي. ممكن ممكن لحد قبل كتب الكتاب بيوم، لحد يوم لحد ولا كتب الكتاب والخطوبه عشان نتعرف على بعض نقرر اذا كنا هنتجوز ولا مش هنتجوز. هي دي الخطوبه. الحاجه الرابعه ودي للاسف برضه من الافلام، ان انا لو سابتني مش هعرف اعيش تاني خالص، ومين هحب تاني؟ مين اديت لها كل حاجه في حياتي؟ يا ابني انت عندك 18 سنه اديت لها ايه يا ابني؟ انت ما خدتش حاجه عشان اديت لها حاجه، فاهم؟ فمبدا نهايه الدنيا، ودي طبعا بالنسبه للرجاله بالنسبه للستات، بس بالنسبه للرجاله اكتر. الحاجه الاخيره بقى اللي هو مش هشوفها مع حد تاني، مستحيل اشوفها مع حد تاني. ده لو حصل اقتلها، يعني اقتلها، ارش عليها ميه نار، اطلع عليها كلام وحش، اطلع صور ما بيننا، اطلع شات ما بيننا. هل ده نتيجه تربيه غلط؟ نتيجة عدم وجود دين. ايه الحاجة الوحيدة اللي ممكن تمنع حد زي ده؟ انه يكون بيخاف من ربنا. مع قلة دور الدين في المجتمعات ده بيحصل بشكل جريء، عشان كده الموضوع ده منتشر جدا في اوروبا. الستابنج والهلس. بس اوروبا عاملين ايه بقى الناحية التانية بقى؟ كاميرات في كل حتة، فبيتجاب فيقوم مقبوض عليها على طول. فدي يمكن عشان كده انا اتبسطت جدا بالمبادرة اللي قالت لك احنا هنضم معانا وزارة الداخلية بحيث ان هم يسهلوا على الناس عملوا احسن. لان مفيش قاعده في الدنيا، ده ممكن الصحابه اتطبق عليهم الحدود. فدول الصحابه مع الرسول صلى الله عليه وسلم ومع ذلك بيغلطوا عادي جدا. بالظبط. فان يكون في عندك لو انفورسمنت دي حاجه مهمه جدا. ويمكن اللي نفسي في المبادره ده تحصل ان احنا
نبتدي نخلق بنسموها سنس اوف ايرجنسي، الضروره للموضوع ده. انا حاسس ان اهميه ان انا هستفيد ايه كراجل لما اكون عندي مفهوم صحيح للرجوله. انا مش عارف، لا عندها هبقى واد صيص على رأي كبير. كبير، لا انا هبقى راجل اكتر لما كده. الحاجه الثانيه ان انا اخلي الرؤيه بتاعتي واضحه للناس. الحاجه الثالثه استخدم الانفلونسرز، اخلي مش انا بس اللي اتكلم. دي مشكله، الحاجات الحكوميه تلاقي حد بس الحكومه بتتكلم عليها، لا احنا ممكن نجيب الشباب اللي طالعين اللي شبههم في السوشيال ميديا واللي الشباب الثانيه بيسمعوا لهم لان هم من نفس السن كمان. طب انا عندي سؤال، تربيه الراجل، تربيه الراجل بتبدا من هو طفل، من البيت. ازاي الاهالي بقى كمان نقدر نوصل لهم ده؟ ازاي نخلي الام والاب يهتموا بفكره انه انا عايزه ابني يطلع راجل مع مراته؟ اذا كانت هي مثلا ساعات، لان احنا بنشوف مثلا امهات كتير قوي الراجل بيبقى عنيف في البيت، بيعملها بطريقه غير محترمه، ولكن هي في النهايه بتقول اصله راجل، فانه خلاص مش مشكله، فبالتالي البنت بتطلع عارفه ان الست، انا اسفه بس انت بتتهزق، وان الراجل هو صوته عالي زي ما انت بتقول، انت هو كلمه واحده منطقي او غير منطقي هو راجل. ازاي اقدر ان انا الاسره نفسها كمان من الاب والام يبتدوا يغيروا مفاهيمهم كمان؟ يمكن لو عايز اقول حاجه للام هقول لها ربي الزوج اللي انت نفسك تتجوزيه. ما هي فقدت، اظن انها فقدت الاحساس او المعرفه بان هو هي بالنسبه لها اللي عندها ده كويس قوي. والله بالمسمع ما اعتقدش. هتلاقي في ستات طبعا بتبقى فاكره ان خلاص هو ده نصيبي وهو ده المفروض ان هو، لا وهو عظيم وهو طبعا ما حصلش ان هو يعني ابو الرجوله بالظبط. طيب هو زي يعني ده دايما اقول، دايما نفهم مفهوم مطلوب ايه من الراجل، مرونه القوامه اللي هو بمفهوم الانفاق والحمايه و و و و، ومطلوب منه الاحتواء. دايما الكلمه بنقولها، دايما الكلمه بنقولها، دايما انت تاخد قدامك ده كده على الهادي. الستات عاده اعصابهم تبقى بتطلع وبتنزل بسرعه ومش عارف ايه، خد الموضوع على الهادي، مش لازم دايما توصله لاقصى حاجه. مهما كانت الشخصيه هتضرب في الحته دي، مهما كانت سيده الفاضله قدامك مستفزه، بس ممكن تعديها. في ستات مستفزه، في رجاله مستفزه عادي، ليه طبعا تضرب؟ ايوه ده حقيقي. الحاجه الثالثه برضو ان احنا للاسف شديد ساعات بنربي الشخصيه النرجسيه جوه البيت. كيفيه عمل الشخص النرجسي جوه البيت، انت دايما صح، انت دايما غلط، انت صاحبك اللي اتخانقت معاه هو اللي غلطان، انت وحش عشان مدرس حمار حاطط لك امتحان بيقول لك ايه فور ايه وانت جاوبت ايه فور كات، فانت المدرس هو الحمار. وللاسف بقت الموضوع ده اروح المدرسه اتخانق مع المدرس ان هو ازاي تقول لابني ان هو غلطان في حاجه، لا انت لما يرسم شخبطه بس ده حقيقي، ده بيحصل فعلا للاسف. فتخلي الولد نرجسي، فدايما لما بيفشل في حياته يشوف ايه؟ غباء من الاخرين على راي مش عارف النهارده قال معايا قفشات افلام ليه؟ غبي منه فيه، فيقول لك انا بفشل ليه؟ غباء من الاخرين. فتلاقي فاشل في حياته يقول لك غلطه مراتي، تلاقي ان ولاده يعملوا اي مشكله يقول لها شوفي ولادك عملوا ايه؟ يعملوا اي نجاح؟ ابني عمل كذا. بس ده حقيقي وده بيحصل. على فكره ده بيحصل على ارض الواقع على طول، ده حقيقي. وتلاقي الاب مثلا الولد لسه ما هيعمل ماجستير، لسه يقول لك الدكتور، ما هو لسه ما خدهاش ما عملهاش بيبدا. ودي مصيبه دايما بقى فيه برضو الابهات للاسف شديد، احنا كرجاله بنحب نريح دماغنا. فبخرج بلا تمارين بلا قرف بلا وجع دماغ، تمارين على الست، المذاكره على الست، بس ده حقيقي برضو. فبقيت انا بره الصوره، فبقى الراجل ومهيف من الحاجات اللي هي بتعملها، يعني بيحس ان هي لا بتودي التمارين بتعملي ايه؟ بتعملي ايه يعني؟ بالظبط، بتطبخي وبتعملي بالك العيال وبتذاكري لهم وبتوديهم التمارين، ما بتعمليش اي حاجه خالص. انت مش، ودي مصيبه ثانيه. فبقت الشباب خارجه وهو عندهم ديسندنج فيجن للومن، عندهم صوره مقلله للمراه، ودي مش حقيقه. انتوا عارفين سيدة المنزل يعني نصفنا كلنا حقيقة. لا والله انا لا هو منصف بصراحه، راجل عادل. انتوا عارفين في انجلترا بيسموا سيدة الست اللي قاعده في البيت بيسموها ايه؟ هاوس ميكر، خالقه المنزل. دور قوي جدا، ولو هي عندها اطفال اسمها كيرر بتاخد مرتب عشان هي بتعمل مسؤوليه كبيره جدا. وكان لسه في مقوله الله اعلم ما تشكتش الاكونت بتاعه شخصيا، منسوبه لإيلون ماسك، بيقول لك ان الست اللي قايمه باعمال بيتها اتس ا فول تايم جوب. بس ده حقيقي، احنا بقى عندنا دلوقتي للاسف يعني كانها موظفه. طبعا موظفه ما بتاخدش اجازه، مشغله 24 ساعه راتب. ولا راتب ولا اي حاجه، بس عندنا يقول لك ايه انت قاعده في البيت؟ طيب يا حبيبتي ربنا يوفقك. فبقى انتوا كستات ساعات من غير قصدكم بتدوا صوره ديسندنج برضو للمراه من غير قصدكم. ابسط حاجه انا خلاص وقت خلص، انا فاضل لك عندك نص دقيقه تقول للناس اخر رساله عايز تقولها، عشان دايما بعرف عارفه ان انت عايز الحته الاخيره. يعني انت لو عايز
قبل الأدلة بس عايز أختم بس أقول إن القوامة في ديننا الإسلامي واضحة وصريحة جدا إنك تقوم على أعمال ست، وإن الحدينية مش هتقوم طول ما إحنا بنتحدى بعض، ومش هتقوم طول ما واحد بس اللي شغال، طول ما إحنا نهتم بعض بالتربية بالتعليم بالأخلاق بالدين بالمجتمع ككل، حريصين إن إحنا نقيم البيت ده عن طريق إن إحنا نفاليو نقيم الست اللي هي قاعدة في بيتها وبتراعي ولادها، وبنقيم الراجل طلع عينه في الشارع، وبنقيم الوقت اللي انتوا عايزين نخلص انتوا الاثنين في عسكر. انا عايزه اقول حاجه اخيره، الراجل مش عيب انه يبقى حنين، بالعكس الصوت العالي هتخليها بتخاف منك، حببها فيك، حببها في الحياه معاك عشان تقدر انها تعمل الحاجات دي كلها بحب واقدرها. التقدير بيفرق كتير جدا 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 جدا. حلو قوي. فاصل ونرجع نكمل معاكم فقره السفير عزيز. النهارده منورانا في بيت السفيره عزيزه ومسلطنانا وبسطانا، موهبه فنيه شامله، بتغني وبتعزف وبتلحن وبتوزع، وده كله من غير ما تدرس موسيقى خالص. الموهبه الحقيقيه اللي ربنا مديها لها، هي اللي دايما بتفرض نفسها وتقدر توصل فنها لكل العالم طالما موهبه بجد وعندها الحاجه كده لوحدها. ضيفتنا من الشباب الطموح جدا، حبت الغنى والعزف واشتغلت كتير قوي على نفسها وكبرت موهبتها لغايه ما صوتها وصل بالصدفه للنجم الكبير تامر حسني. نزل صوتها وهي بتغني اغنيه ليه، وبتعزفها في ستوري على صفحته الشخصيه على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب عليها ان صوتها ساحر.
وانها لازم تكون معاه على المسرح في اقرب حفله ليه. رحبوا معانا بالنجمه الشابه الواعده اللي منوره بيتنا بيت السفير عزيزه، المطربه الشابه رانيا حسني. منورانا يا رانيا، ومبسوطين جدا جدا ان انت معانا النهارده. ربنا يخليكي، انا اسعد والله بجد. حقيقي منوره بيتنا بيت السفير عزيزه. وعايزه بس اسالك سؤال. اتفضلي. يعني امال لو ما كنتيش قلقانه ومتوتره قبل لا لا كنت عملتي ايه؟ لا قلقانه يعني امتعتينا الحقيقه بصوتك الجميل ده. ربنا يخليكي، تسلمي لي. احكي لنا بقى قصه ايه الفنان تامر حسني، ايه اللي حصل والقصه دي كلها، خصوصا ان انت اسمك رانيا حسني. هو الموضوع يعني انا كنت منزلاه بالصدفه البحته. بنتين اخوات اصحابي يعني قالوا لي احنا عايزين نسمع الاغنيه دي بصوتك، مش متخيلين غيرناها بصوتك يعني، عايزين نسمعها بصوتك. فبالصدفه البحته يعني، حتى ما كنتش لسه. طبعا انت هتغنيها لنا بعد ما اوكي ما تكملي لنا القصه. اوكي. فسمعتها وعجبتني فعلا، هي الحان تامر علي وكلمات تامر حسين. عجبتني جدا، وعجبتني طبعا يعني تامر احساسه يعني بيخلي اي حد لازم يغني حلو يعني. ده حقيقي. فنزلتها عادي على الانستجرام ونزلتها على الفيسبوك وخلاص بقى يعني، نسيت بقى الدنيا يعني خلاص. عملت له منشن، بس انا كنت عامله له على جزء كده معين من الاغنيه في اخرها يعني. فاتفاجئت ان انا كنت قاعده في الشغل لقيت واحده صاحبتي جميله اسمها مريم بعتالي مسج بتقول لي انت تستاهلي كل خير. فانا طبعا شفت المسج من بره، كنت وقتها في الشغل، فمعرفتش افتح المسج، بس ما جاش في دماغي كده خالص يعني. فبفتح بقى ولقيت بقى واخده لي سكرين كده من الستوري، ما صدقتش يعني. قلت لها انا مش مصدقه غير لما دخلت وفعلا وشفت الكلام اللي كاتبه. فكانت خضه. كتب ايه بقى؟ قال ايه؟ قال لي كاتب ان هو يعني مستنيني الحفله الجايه، عايزني اغني معاه وكده، وصوتك ساحر، وكمان اسمك رانيا حسني. رانيا، قبل ما تعملي البوست هل كنت بتحاولي ان انت تعملي حاجه تغني؟ لا، هو تبقي مطربه معروفه؟ لا خالص، انا دايما بعمل موضوع باستمتاع جدا على فكره. موضوع الغنى ان انا انزله ده كان مؤخرا، بس انا طول عمري بحب المزيكا والعزف والحاجات كهوايه. واشتغلت على فكره فيها برضه يعني، انا لازلت اشتغلت مدرسه موسيقى. مش اشتغلت مدرسه موسيقى واشتغلت برضه في جامعه الدلتا، كنت مسؤول نشاط فني. ودلوقتي طبعا بقى لي 5 سنين او 6 سنين دلوقتي عندي استوديو ومدربه بيانو بقى. برافو عليك. طب سوري كنت هقول لها تسمعنا. ما انا كنت هقول لها نفس الحاجه. نفس الحاجه. طب ايه رايك تسمعينا بقى الاغنيه اللي بهرت تامر حسني؟ تمام اوكي. يا حبيبي ليه مشيت وسبتيني للذكريات؟ كنت خايف من الفراق وافتكرت اني اتنسيت. وقت صعب ما يتحكيش زي اي حد مات من عذاب الاشتياق. حلوه قوي. طب قولي لي يا منال، انت من سن 11 سنه كده اكتشفتي موضوع اكتشفتيه يعني واحد يكتشف حاجه زي كده؟ هو انا وانا تقريبا عندي 10 سنين شفت اورج صغير كده، فماما قالت لي هجيبه لك في العيد. تمام. ففعلا جه العيد وجبت الاورج وقعدت العب عليه شويه كده يعني، خلاص بقى وركنته. جيت بعد سن 11 سنه كان في فيلم تايتانيك. صاحبتي قالت لي تعالي اتفرجي معايا عليه. كان وقتها بقى عامل ضجه، ما كانش فيه بقى اصلا كمان كمبيوتر ولا نت ولا اي حاجه، كان شرايط فيديو. ورحت اتفرجت معاه الفيلم، اتاثرت بيه جدا. وبعدين اتاثرت قوي يعني لدرجه ان وانا نايمه كانت الموسيقى التصويريه بتاعت الفيلم شغاله مع الاحداث. فما هدتش بقى.
فساعتها قلت لها انت عندك الاغنيه بتاعت الفيلم معاكي الشريط وكده؟ فقالت لي اه. فقلت لها هاتيها لي اسمعها كده كذا مره واشوف. فالمهم بسمعها، وبعدين جبت بقى الاورج بقى اللي كنت ركنته ده وبدات اطلع النغمات، لقيت نفسي بنفذ بالظبط النغمات. فطبعا ماما ما كانتش عارفاها، بالمناسبه ماما اصلا صوتها حلو وبابا برضه. اه يعني وراثه. اه يعني هم اصلا يعني بابا ودنه حلوه جدا وماما صوتها قريب من شاديه كده. الله. فانا بقى طبعا ماما ما كانتش تعرف الاغنيه، فسمعت بقى صاحبتي دي وقالت لي رانيا انت مطلعاها بالظبط. عزف سماعي يعني. سماعي، ما كانش بقى لا نوته ولا انا بعرف يعني عموما ما بعزفش نوته، ولا كان في بقى يوتيوب ولا كلام من ده، انا سمعتها طلعتها. فسمعتها لقيتها بتقول لي رانيا انت عزفها بالظبط. فبدات بقى من هنا اسمع بقى واطلع، وبدات بقى اخش المدرسه بقى في حفلات ومسابقات، وحتى الحفلات السريعه يعني ما اعرفش حد يحفظني، يعني ما اعرفش حد يقول لي مثلا رانيا احفظي، لا انا اسمع اعزفها لي كذا مره وخلاص هطلعها لوحدنا. وبدات بقى اخش بقى في المدرسه وفي الثانوي بقى كمان، دخلت مسابقات وخدت مركز على مستوى المدارس. وفي الجامعه بقى بالنسبه لي طبعا كانت طفره كبيره جدا. اشمعنى؟ لان بقى بدات اخش بقى فعلا في الجد، بدات اقف على مسرح حقيقي. كنت في فريق منتخب الجامعه بالمناسبه يعني، وكان بقى في ملتقيات جامعات ومصريه وعربيه، فكان بقى الموضوع فعلا جد قوي. استفدت كتير من اساتذتي بقى اللي هم عرفوني يعني انا تمام، انا عارفه انا عارفه بعمل ايه كحس. كمصطلح بقى انا مش عارفه ايه المصطلح. طب ليه ما دخلتيش مثلا معهد موسيقى او حاجه؟ ما هو انا كان يعني احنا عندنا في المنصوره كان تربيه نوعيه، وانا ما كانش في دماغي خالص اطلع مدرسه. أوكي. خالص. وكان نفسي فعلا اجي كونسرفاتوار او معهد موسيقى عربيه، بس انا ما كانش عندي الجرأة اروح واجي سفر لوحدي. فدي اللي كانت المشكله عندي. فانا بقى دخلت اداب، وقلت خلاص يعني هدوس قوي في الموضوع، ولا كاني دخلت اداب اصلا اللي هو بقى يعني كنت على طول تقريبا بحضر الحفلات يعني والتدريبات. بالمناسبه بس حابه افتكر حاجه، ثلاث اشخاص مهمين جدا في الفتره دي بجد ليهم فضل عليا كبير جدا. دكتور ضياء عرفني يعني ايه وقفه كورال، عرفني يعني ايه خطوط بتتعمل، مفيش حاجه اسمها انا كاغني مثلا كورال يبقى اغني حاجه واحده، لا كان بيقسم الكورال اكتر من 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 اشخاص، وبنقول نفس الكلام بالحان مختلفه. هارموني كان رائع بجد يعني، استفدت منه جدا وبشكره. مستر محمد حاتم وكان ضيف عندكم هنا قبل كده، ليه الفضل الكبير جدا عليا ان هو يوقفني على المسرح، وكان يعني مؤمن بيا جدا، وكان يقول اقفي على المسرح وما تخافيش، وكان دايما عارفني ان انا جبانه، ولدرجه كان بيتعصب عليا انت شاطره انت اقفي انت ما تخافيش. استاذي الله يرحمه محمد ابو مسلم، الراجل ده هو بقى اللي علمني المصطلحات الموسيقيه بقى، يعني كان مثلا يقول لي اديني نهواند الصول، اقول له ما اعرفش ايه نهواند الصول ده، انت سمعه لي بقك وانا اقوله. أيوة. فبدات منه طب اعرف بدات منه اعرف ايه بقى نهواند هو مقام. أيوة. مقام. طب سمعيه لنا بقى يعني مثلا اهو. ده نهواند الصول. تمام. ده كورد، ده ماجور او عجم. ثلاث مقامات مختلفه. فانا طبعا كنت لما بيقول لي اعملي لي مقام كذا ما كنتش بس انا حاساه يعني انا عارفه اسمع ان في اختلاف ما بينهم، بس مش عارفه ان ده اسمه كده وده اسمه كده وده اسمه كده. طب ايه رايك تسمعينا حته من تايتانيك؟ اوكي تمام. مش كده برضو عشان الذكريات دي بدايه الموهبه بالظبط كده.
احلى عمري ده اللي كان بينك وبيني. واما تيجي في الكلام سرتك بقول دي حبيبتي الغالية دي بنت الأصول. مستحيل أقبل في حقك أي كلمة، انت أعلى منهم فوق انت نجمة. واللي يسألني عليك بقول دي نعمة. مستحيل أوصف جمالك مهما أقول، زي ما انتي انتي عندي زي ما انتي. الغلاوة هي هي والمشاعر متدارية، انت عندي زي ما انتي. الغلاوة هي هي والمشاعر متدارية. جميلة. عندنا ليكي مفاجأة، دي اهداء لماما. حابة بس اهدي الاغنية دي لماما. في مفاجأة كمان شوية استنيها. اوكي. و عايزة اسألك على حاجة، هو انت ايه الجهاز اللي انت ماسكاه بقى ده؟ ده مش بيانو ومش اورج. ده الكتريك، يعني هو بيانو بالظبط، بس الفكرة ان هو كهرباء. اوكي. بس نفس الصوت يعني بتاع البيانو. هو بس كهرباء. طب ليه الآلة دي بالذات؟ يعني ليه مش بيانو؟ ليه مش اورج؟ لا هو عادي، ما انا كنت بستخدم الاورج في الأول، بس أيوة. انا بحب البيانو، يعني حتى لما كنت بشتغل بالاورج كنت بجيب صوت البيانو بس. يعني بحب البيانو جدا، متأثرة بيه من زمان، من أيام ما كنت بحب الباليه. كان عندي شغف كده كام سنة بالباليه، تقريبا سن بقى 8 سنين لحد 10 سنين. كلنا كنت بحب الباليه جدا، وكنت يعني عندي شغف كده ان انا اقلدهم، بس للأسف ما كانش عندي وقتها مكان للتدريب، فكنت انا بقعد اسمع المزيكا اللي شغالة ورا الأوركسترالية وبسمع البيانو اللي كان بيتدربوا عليه. كان في برنامج زمان كده اسمه فن الباليه، لو فاكرينه. ايوه طبعا. فانا كنت من كتر حبي في الموضوع كنت بقعد احاول اقلدهم واقف على ترتيب صوابعي كده، بس اكتشفت بقى ان انا كنت بحب اللي شغال ورا ده، مش الموسيقى، مش الباليه نفسه. فودني بعد كده غصب عني اتربت على صوت البيانو بقى، مزيكا الاوركستراليه. طب وكل الحاجات دي ان شاء الله هتيجي معاكي بنتيجه عظيمه. معانا مفاجاه ليكي في تليفون دلوقتي. الو، مساء الخير. مساء النور. استاذ مودي منير، مهندس صوت استوديو تامر حسني، صح كده؟ ايوه. احنا معانا رانيا، وحياتك قول لها بقى. لا رانيا طبعا موهبه، يعني ما شاء الله. كنا لسه امبارح بنتكلم عليها. اولا مساء الخير وازيكم؟ مساء النور. مساء النور. ازيك رانيا، عامله ايه؟ الحمد لله تمام. عايز اقول لك ان انا امبارح يعني كان لسه تامر يعني وقفنا شغل عشان يوريني الفيديو بتاعك انت نزل، هو نزله لك على الستوري صح كده؟ وبيشكر فيك وبيسر فيك، يعني كطويل بيقول عليك صوت ساحر وصوت كويس جدا. شكرا جدا جدا بجد. طيب انا سامعه ان انتوا هيبقى في شغل معاكوا مع رانيا، ده كلام حقيقي ولا ايه؟ هو ان شاء الله باذن الله. يعني هو يعني انا عايز اقول لك مفيش سيشن الفنان تامر حسني بيخش يسجله معايا اللي بيدور على مواد جديده. طبعا. فبالصدفه امبارح بيوريني الفيديو بتاع رانيا، وكان رايه فيها ايه؟ لا هو مش هقول لك رايه فيها ايه، هو قعد يعيد الفيديو بتاع 5 مرات. يا نهار ما شاء الله. هقول لك اكتر من كده. ما شاء الله. يعني هو على طول يعني بيقعد يدور على مواهب جديده، وبيحاول ان هو يدعمهم ويطلعهم معاهم على المسرح. هو فنان جميل قوي، وكلنا بنحبه وبنحب اغانيه وبنحب احساسه في الغنى وحبه للشباب. دي مش اول مره، احنا فعلا شفناه كذا مره بيحاول ان هو يدعم المواهب الشابه. ده غير ان هو تحسه بني ادم وانسان جدا. هو انسان جماعه الكلمه وموهبه، يعني ما اظنش انها هتتكرر تاني بصراحه. ده حقيقي، ده حقيقي. احنا مبسوطين جدا بمكالمتك، وعايزين بقى ان شاء الله لو في اي تعاون مع الفنان الكبير تامر حسني ومع رانيا احنا عايزين نيجي نصور بقى. نبقى شهود على الموضوع. لا لا ان شاء الله باذن الله. بس هو على طول مهموم بفكره ان هو عايز يطلع جيل جديد. شايف ان في مواد كتير جدا جدا يعني مش اخد حقها،
تمام، فهو على طول بيبقى حابب ان هو يطلع المواهب دي مع المسرح، يقدمهم يخليهم يجي يسجلوا. مفيش مره مثلا يجي يسجل معايا الا لازم يكلمني على مواهب جديده، لازم يفرجني على فيديوهات جديده على طول، اول ما بيلاقي صوت حلو ينزله عنده على الانستجرام. وده دور الفنان الحقيقي، ان هو ان هو تامر في بداياته كان صغير وحد وقف جنبه وساعد، فهو كمان النهارده هو دوره النهارده بعد كل الحب اللي من الناس ده وموهبته العظيمه واللي هو وصل له، ان هو كمان ان هو يبتدي يساعد المواهب الجديده، فهو ده دور الفنان الحقيقي اللي بجد. بصي، هو حب من الناس، وحب هو للناس، يعني ابنه ده حقيقي، هو بيحب الناس بطريقه رهيبه، وهو على مدار ال 20 سنه ياما طلع شعراء وملحنين وموزعين واصوات جديده، وبيحاول دايما بصفه مستمره ان هو يدور على الجديد. دي حاجه جميله، ده حاجه واضحه جدا وجميله جدا، والحقيقه لازم نشكره عليها فنان تامر حسني، حقيقه فنان يعني كله انسانيه واحساس ده حقيقي. فعلا والله، هو يعني حتى الفيلم اللي فات ده مطلع ناس ممثلين جديده ومخرجين جداد، يعني بصفه مستمره كده بيحاول ان هو يدعم فنان بمعنى الكلمه. فعلا بيدعم كمان. يعني انا عايز اقول لك، احنا امبارح وقفنا الشغل عشان خاطر نقعد نسمع رانيا. ودي حاجة جميلة جدا جدا، جميل فنان جميل، على كمية الطاقة الإيجابية اللي هو بيديها للشباب، وإن هو يعني ينزل لهم فيديوهات دي، مش يعني بيدور على وقت حتى لو صغير جدا، بحيث إن هو يدعمهم يبتدي يقدمهم بشكل أحسن يعني. تمام. وطبعا رانيا ان شاء الله باذن الله يعني في مفاجاه قريب، يعني ان شاء الله احنا عايزين نبقى حاضرين المفاجاه دي، ما تنساش يا بود. ان شاء الله نورتنا بتليفونك، وتحيه كبيره جدا للفنان الجميل الانسان جدا ابن الاصول تامر حسني. بجد ايه رايك في المفاجاه؟ مش عارفه اتكلم. لا، وكنت مكسوفه جدا بجد، مش عارفه اتكلم، مش عارفه اقول حاجه من كتر فرحتي بجد والله العظيم. زي بالظبط نفس الموقف بالظبط حصل لما شفت الكلام اللي هو كتبه، انا ما صدقتش، انا قلت ده اكيد مش تامر، يعني من كتر ما انا يعني فرحانه فعلا، فرحت جدا. انا حتى قلت لو مش هطلع معاه، بس ان هو يتكلم عني كده والناس طبعا تدخل تدور عليا. بصي، عشان انت فعلا بجد هو انسان ده فعلا، وفنان بجد، فنان وبيقدر الفن فعلا، وانت كمان بقول لك تستحقي كل ده بجد. طب انت وانت صغيره والدك ووالدتك دعموكي وشجعوكي جدا؟ لما اتجوزتي بقى حصل ايه؟ هل جوزك شجعك برضو؟ يعني مش يعني كلمه تشجيع دي قليله. هو موجود معانا النهارده كمان في الاستوديو. يعني معاكي في كل حاجه بتعمليها. موجود وفعلا في كل تفصيله، ويعني حتى لما يعني انا عايزه اقول لحضرتك، حتى هندسه الصوت راح خد فيها كورسات مخصوص مع انها مش مجال شغله اصلا، عشان هو عارف ان انا حلمي اعمل استوديو واخلق فيه مزيكتي وكده، فهو عايز يطلع لي جوده كويسه، يعني عايز يساعدني بكل معنى الكلمه. راح خد الكورس مخصوص بسبب الموضوع ده، وفعلا هو دلوقتي بيساعدني في كل حاجه، في كل حاجه في شغلي، يعني لحد حتى يعني هقول لك ايه، رانيا اعمل لك حاجه سخنه قبل ما تسجلي، انا عايزك صوتك يطلع حلو، رانيا العربه دي لا اظبطيها، رانيا صوتك مبحوح في الحته دي تعالي نعدها. ما شاء الله ما شاء الله. احنا كنا بنتكلم قبل الفقره اللي قبل دي على طول على مفهوم الرجوله المغلوط، هو ده مفهوم الرجوله الحقيقي، ان الراجل يبقى واقف في ظهر سته، هي دي القوامه، ان هو يبقى واقف في ظهر سته بيفرح بمراته فعلا، بيفرح بمراته واكيد ده بيشجعك اكتر انك انت تستمري وتقدمي طبعا أكتر. لان انا كان اصلا جالي وقت كده يعني بدات اهدى شويه، يعني لما لقيت ذوق المزيكا اصلا بقى واقع كمان، فبدات اهدى، لقيت لا هو بيقول لي فوقي، يعني هو لا قومي وكملي وتعالي نروح اكاديميه الفنون، ادرسي النوته اللي ناقصاكي، يعني هو اللي قومي، هو اللي قومي. مين مطربك او تامر حسني؟ طبعا اكيد اكيد اكيد. انا حاجة من زمان اصلا بحب تامر بصراحه. طب سمعينا حاجه الفنان تامر حسني. نعمل بعيش على ذكرى كاتبة بينا من سنين، وبنادي بأعلى صوت ليا انت فين حبيبي ارجع، انا بناديك واخاف يتعذب قلبي اكتر من كده، واعيش عمر اللي جاي
بالشكل ده حبيبي ارجع انا بناديك بتغيب وانت اللي على بالي وان كنت مش غالي يبقى ما فيش غالين وتسيب يا حبيبي جوايا اشواقي وهوايا وتروح لناس تانين بتغيب وانت اللي على بالي وان كنت مش غالي يبقى ما فيش غالين وتسيب يا حبيبي جوايا اشواقي وهوايا وتروح لناس تانين. الله عليكي، جميل جدا جدا جدا. طب انت لو خيروكي مثلا وقالوا لك تحبي تعملي ايه، تحبي تمثلي ولا تحبي تغني، تحبي تلعبي موسيقى ولا تحبي شغلك انك انت تعلمي الناس؟ او بليغ اعمل مزيكا. تعملي مزيكا؟ اعمل مزيكا. طب نفسي رانيا انت بتوزعي وبتلحني وبتعزفي وبتغني. طب ازاي بتعملي الحاجات دي؟ الحاجات دي كلها دراسه، يعني توزيع ده دراسه لوحده، تلحين ده ازاي بتقدري تعملي كل الحاجات دي من غير السمع دراسة؟ اساس كل حاجه. انت لازم تسمعي كتير جدا. يعني انا بقول لحضرتك انا مثلا من وانا صغيره بسمع مزيكا اوركستراليه، فتلاقيني مثلا وانا بوزع بتاثر بيها جدا. تلاقيني متاثره جدا بخطوط الكمانجات والتالفات والحاجات دي، لازم بدخلها في التوزيع. يعني هل انت مثلا عملتي شغل معين، عملتي قطعه موسيقيه او انا عملت كده؟ اغنيه بس مش عارفه ينفع تتعرض ولا لا. هي اغنيه وطنيه اسمها انا مصري، عاملاها توزيع كامل. طب تسمعيها لنا. انا عايزاكم بس تسمعوها بالتوزيع، لو ينفع يشغلوها تبقى الطف يعني. اسمعوا هم قالوا لي ممكن تشتغل في اخر مش هل ممكن يعني تشتغل الاغنيه؟ مش عارفه لو حد سمعنا ولا لا. لا للاخر سمعينا حاجه وانت معانا بقى بالزبط. مش هينفع نشغل يعني لازم او سمعينا منها حته معانا البيانو ما عندي معانا. ماشي انا هنعمل انا ممكن اغنيها يعني من يعني هنعمل فيديو كليب كده تخيلوها بالتوزيع يبقى احسن. بس اوكي ممكن اقول مثلا ايه، اقول جزء منها. انا انا مصري وانا مصري وانا مصري وانا مصري ودمي وروحي وكياني فدا وطني فدا وطني. انا مصري انا مصري وانا مصري وانا مصري ودمي وروحي وكياني فدا وطني فدا وطني. جزء كده منها حلو جدا. هي كلمات فاطمه، استاذه فاطمه، كان مشارك معايا في الكورال ثلاث شباب، مروان وصلاح ورامي. كورال كان داخلين معايا الكورال يعني. بس وانا كنت بقى مغنيه سولو وعامله التوزيع واللحن. طب انت اللي ملحناه؟ انا اللي ملحناه. طب سمعناكي بتغني بقى، عايزين نسمع. انت قلت انت وعدتينا بمدلي للفنان العظيم عمر خيرت. اوكي طبعا. مادام بقى فيه بيانو وحاجات يبقى هو ده thank you.
جميله جميله جميله. الحلاوه دي جميله بجد. تسلموا لي يا رب. تسلموا لي. يعني حقيقي احنا اسعدتينا جدا. ربنا يخليك. ودنا كده اتسلكت بالمزيكا الحلوه والصوت الحلو. ربنا يخليك يا رب. وسلطنتينا. ربنا يخليك يا رب. بجد انا مبسوطه جدا، مبسوطه والله باللقاء ده وسعيده بيه فعلا. حاجه كده افضل فاكراها طول عمري بجد. جدا جدا. ومبسوطين لك، وان شاء الله باذن الله موضوع الفنان الكبير تامر حسني يا رب على خير ان شاء الله. شكرا على المفاجاه الحلوه دي بجد، وشكرا على الدعم الكبير ده. ونبقى معاكي كده خطوه بخطوه، وتبقى بدايه خير وسعاده الفيديو الصغير اللي انت طلعتيه. ايوه يا رب. ومحدش عارف بكره ان شاء الله باذن الله كده يا رب خير. رانيا حسني بقى وحفلات وحاجات كتير يا رب. ان شاء الله ان شاء الله. بنتمنى لك دايما التوفيق يا رانيا. ربنا يخليكي يا حبيبتي. ان شاء الله. معانا الفنانه رانيا حسني، وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده، ونشوفكم ان شاء الله يوم السبت اللي جاي وحلقه جديده من السفيره عزيزه. باي باي.